هيفا جاي لعندك. هلو هاو ار يو روبي؟ هاي هافي هافي. جاي شوي ابكر من وقتكم. هذا العادة طبعا. تسعة الا ثانكس حياتي. اسرع شيء واهضم شيء. بدنا سبراي. هلو ولع على البكله مبين عليكي. احسبها على البكله. اه هيك معينه. حقلب الوقت. حقعد هون. اوكي. هاد هون. ميرسي. هلو. هلو يين. كيفك؟ هيفا لا بتحكي. شوفي ماشي سلامتك. بكم هيفا بتلتقي كل يوم؟ لا ما بلتقي. ما بتلتقي؟ نحن بنلتقي بكثير. بشرفك. شو واحد بيعمل ليصير يشبه هيفا؟ بلكي هيك نحسن نظبط. ما بعرف، ما في شيء ما عم يعمل. يمكن بياخذوا صورتي بيقولوا دخيلك يا حكيم. طب قولي لي بشرفك، مين اقرب واكثر حدا بيشبه هيفا؟ يعني اكثر نسخه قدرت تصيبك. بيي. بيك؟ انت بيك بيشبهك كثير؟ انت بتشبهي بيك؟ بشبه بيي. طب حياتي يعني هن كلهم بيشبهوا بيي هلا. كلهم بيشبهوا بيي؟ اه كلهم بيشبهوا بيك؟ او ماي جاد. او يور جاد. او يور جاد. طب هيفا بيناتنا نحن بنات بنفهم مع بعض. شو لازم البنت تعمل شغله مره واحده بالحياه ولو كان غلط؟ شو لازم تعمل مره بالحياه لو كان غلط؟ يعني انه بيقول واحد عم بيعيش مره واحده، خلينا نعملها. شو بتعملي شي مرة؟ تفكر حالها انه عم بتحب حدا. تفكر حالها؟ ما بتحبه؟ هلا؟ شو خصك؟ بالنسبة للأسئلة. اه طيب 2.8 على انستغرام و4 مليون على تويتر. تويتر. وأكثر من 7 مليون على فيسبوك. بدي أدق لها على الخشب بس قبل. من وين شاري؟ أول شي دقي على الخشب، هي حديدة. طب ما بدي اجيب خشب هلا. ما بعرف هون عندي. فيني اجيب من خشب في خشب. من تحت يلا. اوكي. من وين؟ من وين؟ من ريل فولورز، من محبة الناس، من اهتمامهم. إذا بدك حشريتهم، كل شيء. طب بتقولي إنه هول ريل فولورز، شو بأكد لنا؟ شو اللي ما بأكد لنا؟ ما زبطوا عملوا مش صار على السيرفر قصص وبينت الريل من يعني صفت القصص من بعدها، ضلوا مثل ما هن. والبلو ساين. كنت اول حدا. كنت اول حدا صح. داري شو هي. سكتيني فيها. ميرسي. طيب شو هي الغنيه الهيت بحمامك؟ بس انا ما بدي سكت. بالعكس بدي كمل. هذا السؤال. شو هي الغنيه الهيت بحمامك؟ سعاده. بيكوز ام هابي. انت وهيك عم تلاقي شعراتك. انا عندي ساوند سيستم سو كل الاغاني بتقطع، كل الاغاني اللي فيها هيك هايبر وفيها حياه وبتخليكي مبسوطه لانك عم تحضري حالك لتظهري. هيفا لو رجع الزمن لورا اي مرحله بتلغيها؟ بتقولي ما بقى بدي اياها لو عندك القدره. اي مرحله بلغيها؟ ليكي في اهم مرحله بحياتي الفنيه هي بداياتي. يلي بلاقي كيف فيها كل الاغلاط، كل التفركشات اذا بدك، كل القصص يلي مع الوقت بصيروا احسن، بس برجع بقول لك ما فيني الغيها لانه هول هن اللي بيعملوا الواحد، يعني هن اللي بياسسوا الانسان. قهوه ولا نسكافيه بتوعي؟ نعم. انه كلنا بدنا نوعى، بلا كافيين ما عم نوعى. قولي لي اول شيء نسكافيه، ثاني شيء معك قهوه. عصير. في عصير معين بشرب الصبح. يعني هو الاول قبل المي، بعدين مي، بعدين على مهل يعني بشرب. هيك. لانه بامن انه نحن خلال النهار ما كثير
بناكل ونشرب الاشياء اللي لازم يعني جسمنا بيحتاجها. سو بلش بالشيء المفيد بعدين يلا بعدين شو نسكافيه ولا قهوه؟ نسكافيه قهوه. روبي ما فيها تجيب لي قهوه كتشوفني بتعرفي انا بحب القهوه كثير. روبي ايه روبي بدك تريني العشي جرس برينك فور مادام كافي. وصفتي العالم هيفا بهاشتاج كانت كثير قويه منك، العرب جرب. تسرعتي؟ في بعض العرب جرب وهن بيعرفوا هالشيء، يعني انا بلاقي انه احترام الشخص لنفسه ببين من رايه من كلامه بده يقوله، حتى لو هو ضد هالراي بيبين من طريقته من اسلوبه. فهول النوعيه من الناس اللي بيستغلوا انه هن منهم مبينين على السوشيال ميديا ومخبيين ورا هالتليفون وبيقولوا هالكلام البذيء اللي بيقولوه، هول اللي قصدتهم. بس مش كل العالم عندي فولورز كثير. في ناس زعلت ويزعلوا، ما اللي زعل هو حس حاله انه هو المعنى. بس اللي منه معنى ما زعل، قال لي معك حق. طيب بحق مين هيفا غلطتي؟ فيك تقولي على الهواء، ما في ثلاث اربع كاميرات. بحق مين غلطت؟ ايه. عمرك ما تعتبري انه انا رد فعل مني يعني هو غلط. رد فعل على فعل، الفعل الغلط بلش الاول، فما فيك تلومي رد الفعل. طب هيفا طله وجمال ومدى واكله واداره، قولي لي شو اللي عملتيه؟ لا ما عم بصيب بالعين، ما بعرف. انا كمان حلوه اسم الله وهيك. انت بتجنني بس ما بتعرف تقول اسم الله. طب اسم الله كمان مره على الخشب، هالخشب بدي احط طاوله حد. انا برايي كلمه هيدا حسب من ضيف تاخذي معك خشبه. هيفا يعني كل هالجمال كيف قدرتي تتحولي من امراه جميله، من سكس ايكون اذا بدك، امراه طلعت عشرات المرات من اجمل جميلات العالم، لديفا بينحسب لها الف حساب وبتهز الشباك، شو عملتي؟ الوصفه. ما عملت شيء غير انه هذا كان هدفي، انه انا اكون شخص بقدم اعمال غريبه عجيبه لينال اعجاب الناس، بالصدفه حلوه، بالصدفه سكسي، بالصدفه قصص كثير، بس الكونتنت تبعي بمحل ثاني كان، واخذت حالي على محمل الجد، وهذا اللي وصلني للي انا فيه. بس كل شيء بيجي معي اكسسوارز تبع شخصيتي، بس شخصيتي الحقيقيه هي شو انا من جوا، مش بس من برا. قصدت تنسينا انه انت امراه حلوه عندك اشياء ثانيه احلى تفرجيها؟ مش قصدت، بس كان عندي، كنت اخذه بعين الاعتبار انه هلو انا مش بس هيدا المنظر، في قصص ثانيه عم فكر فيها وحب اقدمها، والا كنت طلعت بس بصوره جميله وخلص. بس انا عندي حب كتير كبير لفني، عندي شغف للموسيقى، عندي احساس ما بينوصف لوقفتي على المسرح والناس بتحب هذا الشيء اللي فيه. يعني انا احساسي انه انا مصدر سعاده لاشخاص، هذا لا بحد ذاته شيء كل حدا بيتمناه. فانا لقيت حالي بنص هذا الطريق. انه انا كنت متوقعتي له طبعا هالقد؟ لا، انه انا اوصل لمرحله انه انت بتعني لنا التغير بحياتنا، وانه من وراكي بنحس انه نحن فينا نعمل كثير، بليز خليكي بحياتنا كفنانه. لا ما كنت حاسه انه لهالدرجه. بس مع الوقت لما لمسته صرت العب عليه واشتغل عليه اكيد، بس الشكل الخارجي بضل هو مرافق هذا الموضوع، بس منه الهدف ومنه الاساس. طب نجوميه مين هيفا هيك بتهزها؟ يعني بتغاري من نجوميه مين؟ بتغاري؟ هيفا بتغار كتار بيسألوا هيفا بتغار؟ انه ليكي انا من النوع كل الدنيا بتغار منك، انت بتغاري من مين؟ ما هو هذه كلمة بغار إلها معاني كتير. هل بغار تما حدا ياخد محلي؟ هل بغار تما اكون انا بعين حدا صرت اقل من عين حدا تاني، من شخص تاني؟ هل يعني الغيرة إلها عدة احاسيس؟ عن اي غيرة عم تحكي؟ اي يعني هيدا الاحساس اللي بتقولي واو لو عندي هالنجومية كلها. ايه، لما بشوف مسارح هوليوود، لما بشوف مسارح الجراميز، لما بشوف هول الايفنتس الكبار اللي عم بيصيروا، بحس انه ما ناقصني شيء لاكون هونيك. بس الفرق انه ما عندنا هالبرودكشن، ما عندنا هالشيء اللي بحطنا بهالمكان هيدا، بحس انه شو حلو. بس بنفس الوقت انه برجع بطلع للواقع انه this is the maximum we have. مين احلى من هيفا؟ رجع رجع. هذا البرنامج حيكسر الارض. مين احلى من هيفا؟ كل الناس فيها تكون. شوفي كل حدا بحس حاله انه هو اجمل حدا بنظر حاله، يعني هو بيشوف. لا بس انت مين بتقولي هيدي المره قفشه حلوه؟ في كثير ناس من بالكون حلوين. قولي لي وحده.
ما جاي على ما خطر على بالي هالسؤال، بس ما بعرف. ليندا ايفانجيليستا كنت لاقيها انا وصغيره كثير حلوه، انه كموديل. سيندي كروفورد كنت واو لاقيهم بعقده. انجلينا جولي بلاقيها كثير حلوه. بلش حلمك من 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 الفيرنيل الاحمر، من معلمتك. تضلك يعني ما كنت تدرسي؟ لا هي ما كانت تدرس، كانت كل نهار تتفرج على يعني الفيرنيل الاحمر عند معلمتها. مش مزبوط. وسكربينتها لا كنت ادرس، بس كنت مثلا تيجي تحط هيك ايدي على على الورق تتسالني سؤال او انه شو هيدا، انا خلص انسى الورقات ويصير اطلع بهالشيء الاحمر الطويل هيك، وسكربينه حلوه كثير، وهيك اسرح فيها انه انا لما اكبر بدي يصير هيك، بدي احط فيرني احمر 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 وبدي البس كعب عال. طيب اليوم صرتي من كبار نجمات العالم العربي، اذا بترجعي لورا نهار واحد منك معروفه، شو بتعملي هيفا؟ اوف، بعمل كل شيء جعبالي اعمله لو اوف ما الناس بتعرفني. شو بركض بالشارع، اكل ايس كريم، امشي بدون ما حدا يقول لي ما بدها تتصور مثلا، او بدنا نتصور اذا انا ماني جاهزه للصوره، مش مثل ما سمعنا عنك انك بتحب العالم. شايفه حالها مع انه منه هيك ابدا. بس انا لما بقول لا احيانا على شي صوره بكون بعد المليون، يعني بكون صار لي كل الشارع عم بتصور، بوصل عند حدا بظلمه ساعات انه ام سوري ام تايرد، بس كون عن جد تعبت. بس شو بعمل؟ بمشي حافيه بركي، يعني بعيش ايه، بمشي تحت الشتاء تحت الشمس تحت. هيوفي انت زدتيها باللبس، يعني قصدي نقصتيها زياده عن زوم حسب المود. شوفي انا بلبس شغله لانها حلوه ولبقتلي، احيانا على العين وعلى النظر بتبين اوفر، واحيانا ما بكون شايفتها هالقد، بس مع الوقت صرت افهم انه لا انه الها حسابات إلا حسابات، بس انه انا لبنانيه بالاخر، واذا القرارات اذا يعني مثلا الفن الخليجي او الجمهور الخليجي غير طقوس وغير تقاليد، يمكن هذا هو الشيء اللي معقول كثير شوي يزعجهم، بس انا بالاخر انا بنت لبنانيه، وانا بشوفهم على الانستغرام بفوتوا عند ناس اخرين اجانب بهوليوود بيعطوا رايهم بالنفنوف وبالمكياج وبالفستان وبس، بس بيوصلوا لعنا نحن بصير القبر والمقبره والاخره. فهذا الشيء انا اللي بيزعجني. بس بشكل عام انا عندي هددتي انك تسكري الانستا كذا مره؟ لا، مره واحده قلت انه تو ماتش، يعني انه صار في يعني انا بلاقي احيانا انه دعان هالنظره اللي انا اخذتها عن الناس العرب انه تنحصر بكلمات بذيئه بتنكتب تحت الصوره. وبرجع بقول طب خلص، ما هذا الشيء يمكن بيعبر عن اخلاقهم، يمكن هيك بيفكروا، يمكن هاي هي اخلاقهم. وبرجع بشوف بالمقابل اشخاص اخرين غير راي وغير اخلاق، وحتى لو مع او ضد عندهم طريقه منطقيه باللفظ. بالتعبير عن الراي، فبلاقي وبشوفهم يعني على غير محلات شو عم بيقولوا، بلاقي انه الظاهر انه صارت شيء معمم. يعني على شو بتصرفي مصرياتك اكثر شيء؟ يعني وين الكب وين بيصير اكثر شيء؟ على الحياه، على المطالب. هوسك وين؟ هوسي بكل شيء. ليكي انا يعني هوسي منه محصور بمحل معين، في يكون بالاخرين انه بركي حدا بده شيء، وفي يكون فيي بركي انا بدي شيء. ماني أنانية، وبنفس الوقت ما عندي يعني ما بعرف احسبها بالورقة والقلم. بتعيدي تجربة الزواج هيفا؟ يعني عملتيها بتعيديها؟ ايه، إذا شخص يعني خطف قلبي وعقلي وثقت فيه وحسيت إنه هذا شخص ممكن كمل حياتي معه بدون أذى، ايه بعيدها، ليش لا؟ شو عاملة؟ شو عاملة؟ شو بتعملي لتحلوي يوم بعد؟ ما بعرف يعني انا احيانا كثير بشوف حالي عاديه بصوره ناس تشوفها كثير حلوه، يبقى هيدي نظره الناس فيي، ماني مجبوره اعمل شيء لاكون حلوه. This is me، يعني هاي انا في تغير اللبس الميك اب بس مش انا. هيفا زعلانه، مين اول تليفون او واتساب كول بتعملي واتساب كول شو مره؟ مين بدي اقول لك واتساب كول
وبقطش لانه تليفوني شيء والواتساب شيء، سو في ناس ما بيلاقوني على نفس التليفون بدقوا على الواتساب بس ولا مره، قليل ما تزبط هالواتساب. طب زعلاني؟ الو 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 اخر شيء بتسكر سكر. زعلاني ومفقوسه، مين اول حدا بتتصلي فيه؟ ما بحب حدا يسمعني زعلاني ومفقوسه، بس الشخص اللي فقسني والشخص اللي مزعلني بعتقد هو اللي بتنكد عليه، هو اللي بحكي عليه، هو اللي بحكي، هو اللي برد عليه اذا هو السبب. ما يكون بدك اسامي معينه ورقه هي ليش لا اعطيني اي ما انت ما جيب لك ورقه وقلم. لا حياتي ميرسي شكرا، عقلي براسي وبعرف اتذكر كل شيء. بتمثلي بالحياه مثل ما بتمثلي كثير منيح بالدراما؟ ابدا ابدا، ديجا شغلي نصه تمثيل ونصه والعالم برا مش كلها صادقه، وكل الاعجابات اللي موجوده برا مبنيه على الاحاسيس، انه انا اليوم انا مبسوطه لانه الناس عجبها ما بعرف شو، اليوم انا متضايقه لانه حاسه حالي ما عم بقدم كذا، فهذا كله بيوقع لما بفوت على بيتي وبطل خص الشغل بحياتي الخاصه، انا ما فيني اعيش بهيدي المشاعر كل النهار. فرجيني اخر رقم طلبتيه من تليفونك. فوتي لجوا تحت تليفوني. طيب يلا وين حطيتيه؟ رجع رجع تعال عمي فرجيني طالبه تطلعي طالبه وين تليفوني؟ ما يطلع بربر بربر الي بربر. طالبين الي بربر، الي بربر باستوديو هادي شراره طبعا عم نحضر سراكه ما عم حضر الالبوم عم حضر كل شيء. انا ما مصدق انك فتت تفتحي تليفوني. طب قبل بربر، بربر انا ما كان قصدي مين قبل بربر فرجيني. قبل بربر فيني انا اشوف معلش؟ ما تعتلي هم بس في ثلاث كاميرات يعني عادي مش مشكلة. لا ما تفرجي لا ما فيني فرجيه حرام هي فلا ما فيني فرجي بعتذر حبيبتي انت طلعتي مهضومه. اي دونت كير فرجيكم يعني انت شو سميتي قلتي للبروجرام؟ عالبكلة لازم تسمينا هيفا. هيفا فاينلي جوجل جمعتك انت واليسا. وطلعتوا تقريبا الاكثر بحثا كل حدا منكم ببلدان عربيه، شو بيجمعكم شيء ثاني او ما صعبه؟ لا بالعكس بيجمعنا جنسيتنا اللبنانيه. تمزحي؟ لا طبعا نحن اثنين فنانات لبنانيات اكيد هذا الشيء بيجمعنا، بيجمعنا النجاح، بيجمعنا الحب الناس لنا اعجابهم فينا. كل واحد له جمهوره. في مجال انه ترجعوا تتصالحوا يا عمي مين قال انه انا واليسا مخانقين تنتصالح؟ هذا بيصير بكل الناس اون اوف ريليشن يعني. انه وقت بتجي الفرصه هاي، وقت ما بتجي الفرصه هلا باي. هلا اون او ما بعرف شيء عنه. لا انت اذا شفتها بمحل اكيد بدون. لا انت هاي. انت انه في ريليشن اون اوف شو وضعك؟ عن شو عم تحكي؟ بتعرفي كنت مع هانو قبل شوي، هانو هي اختها لهيفا. كنت عم بقرا تشات انا وياها، حدا عم بيطلب منها عم بيترجى انه ياخذ رقمك لانه بده يتجوزك. شفتها بعيني يعني انه بده يتعرف عليها. اذا اخذ رقمي بيتجوزني؟ ايه انه بده ياخذ رقمك وبساعتها بيتجوزني. كم عرض زواج بيجيكي كل يوم؟ او كل فتره لفتره؟ طب لمين رح تقولي ايه؟ العالم او الرجال بتفكر هيفا انه هيفا صعب تقول ايه؟ صعب؟ ايه اكيد صعب بقول ايه. مين اللي بيستاهل انه يكون بحياته وحده هالقد هنيه؟ هنيه؟ حلم. غير شو بدنا بالحلا يعني، كل العالم حلوين، بس انه اليوم ما راح يفيق الواحد من النوم يقول بونجور يقول له بونجور بعيب. انا في هيك قصص ثانيه بالحياه يقبرني هالمنظر على الصبح. طب انا شو بدي احلى من هيك انه بلشتي لي على البكله انت؟ مبروك تستاهلي، وبتوقع لك نجاح مش عادي انت وكل الكرو، نضال مخرج كل الكرو اللي معك، لانه من خلال برنامجك اللي كان على سايت النهار فلفل هلا مفلفلتيها اكثر بكثير. مفلفلتها؟ بس مصروعه شوي مدري شو مصروعه. هيفا بتقول لحالها انا حلوه. بس شو؟ لا انا ما بقول لحالي انا حلوه، ماني لهالتفاهه يعني.
لا بينك وبين حالي ما فاضي طول انا يا ريتك بطولي او كذا يا ريتك بطولي عندك الطول اللي انا عندي اياه برضو منك مترو 20 لا ولا مترو 50 مترو 50 مترو 50 انا مترو 72 شو بدي بطولك انت شو عبالك شيء زياده يكون عندها يا هيفا لا بالشكل ما فكر بقى خلاص يعني ناس حبوني هيك وحفظوني هيك وبتمثلوا فيي ناس كتير وصرت سمبول حتى لو في ناس كتير كمان حلوين شو بدي احلى من هيك بس بقول يا ريت على اشياء اهم مثل شو شغله اليه شغلي في قصص امرار يعني بركز فيها ما بكون بحبها بالدنيا مثل سوء النيه مثل الكذب الظلم طب هيفا مجبوره بوحده من هول الثلاثه رح اقول لك اياهم ديو مع راغب علامه صلحه مع اصاله وتطلع ببرنامجها او استعراض رائس مع نجمات الرقص بلبنان مايا مريم يعني مين بعد في مريم كلينك مين بعد فيه؟ على فكرة أنا ما عندي مشكلة مع أي فنانة لبنانية برأيي عم تقدم شيء بتحبه وهالقد بيقدروا يقدوا هالقد قادرين يعطوا أكيد ديو مع راغب أنا بحبه كفنان طلي مع أصالة ببرنامجها ما عندي مشكلة طلي مع أصالة ببرنامجها لو بوقتها وقت انعرض علي لو كنت قادرة ما كنت قلت لأ بدون ما يكون في رد فعل عنيف ضد اللأ تبعي هي كفنانة لذيذة وبرنامجها لذيذ نعرض علي وكنت بوقتها مني يمكن حسيت حالي ما قادرة أعطي كتير بهيدي المقابلة تبعها لقيت رد فعل ما بعرف إذا بسببه لقيت رد الفعل بس بعدين جات سمعت رأيها فيه كممثلة فما فيني لوم العالم لوم الناس على آراء بوقتها مع الوقت الرأي بيتغير شو اللي جامعك بالفنانة أحلام وفيها الاحترام المتبادل الكبير بيناتكم بوقت احلام بخلاف مع كثير فنانات هلا بكفي انه في فنانه بحجم احلام بتحبني هالقد تا انا اكون تموت فيها لانه انا ما شفت كثير محبه من الفنانين شفت من الجمهور شفت من الناس من اعلاميين من نقاد حتى اللي انتقدوني بس شفت محبه من الناس بالشارع بس من الفنانين لما الاقي هالقد حدا بحبني وهالقد صادق بدي احبه اكيد وهي بتنحب هي ناس ما بتعرف على حقيقتها لاحلام ما بتعرف قد هي انسانه بسيطه وطيبه كثير طيبه وبعدين بس مستفزة. وكريمه بس مستفزه على مستفزه هيدي بقى هيدا يعني طريقتها هي حره هيك هي بتلاقي انه ملعبها ما فيكم تجوا انتم تجبروها تكون حدا تاني وعجبتها عجبها هذا الملعب عم تلعب فيه ولبق لها على البكلة بالمصري بتعرف شو يعني؟ على البكلة يعني على القد يعني على العجين ما تلخبطوش لمين بدك تمشي على العجين وما يلخبطوش؟ اوهو مين؟ لا كل حدا مفكر انه بيقدر يتخطى حدوده معي او يقدر يتلاعب بذكية او يقدر انه يتخطى النجاح اللي انا فيه او يكون حابب يعمل خدمة لحدا فبالتالي يقلل من أهميتي هول كلهم على البكلة أنا برد عليهم بشغلي بنجاحي بحياتي ما برد عليهم شخصيا هيك يعني مني لقلهم لما تتعبي من الشهرة كتير 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 بدك تختفي وين بتروحي؟ بهيدا البيت ببيتي جوا أو بسافر مع أهلي مع أصحابي مع أخواتي على محل هيك حط هالهودي ونمشي ما في شيء بالحياة ما بتعب شو ما تشتغلي بدك تتعبي بتفيق من الصبح تحسي حالك اليوم أنا ما قادرة أشتغل بدي أقعد بالبيت مودي هيفا؟ مودي يمكن يكون مودي يمكن يكون بتحمل كتير فبيجي وقت إنه خلص بليز بريك طب أنا خلص مع ألف سلامة لا ولو مع ألف سلامة قولي لي هذه ثانية بعد هذه 100 ثانية بس إنه شايفتك يعني لأنه صار لازم أمشي يا حياتي بيزو ولو مين بيزو ميرسي لانه عملتي لي احلى كش. احلى بدايه اي لاف يو اي لاف يو تو مبروك بتعرفي انت مثل المصلحجيه ليه وحيت الله عملت اللي براسك وباي باي 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 بس رح يلا على الباب يلا يلا يلا
يلا يلا خلصنا، ما بقى بدنا شيء. ما تنسي كاميرتك حبيبتي تاخديها معي. تفضلي كاميرتك. يلا مع السلامه. ابقي شرفينا. ايه اكيد اكيد. باي حبيبتي. مهضومه كثير. هذا البرنامج رح يكسر الارض.